ايه اللي ممكن نتخيله في مصر؟ ما الذي يمكن ان تقدمه في مثل هذه الظروف؟ وما يمكن ان يعني ينمو في المستقبل القريب؟ ايه الفرص المتاحه؟ الفرص اللي عندنا فرص هائله، وطبعا يعني الواحد دايما حريص لما يكون يشتغل في الحكومه. بالمناسبه من اثار الشغل في الحكومه ان الواحد يحرص انه ما يقولش على حاجه سهله، لانه لازم يحط في باله الصعوبه التنفيذيه. يعني كان زمان الواحد يقول ما هو التعليم سهل يتصلح بالطريقه الفلانيه، او ما المواصلات مش مشكله. يعني لا، يعني لازم يكون بيتكلم باحساس القيود والموارد يعني. لا طبعا. فهي مصر فرصها كبيره جدا، لكن احنا في تقديري نقطة البداية لازم تكون مراجعة لإيه الحاجات اللي كانت ماشية صح، وإيه الحاجات اللي محتاجة تطوير وتعديل، حتى من مرحلة ما قبل حرب أوكرانيا وما قبل كورونا. المراجعة دي مش بغرض إن احنا نعيد كتابة التاريخ ولا إلقاء اللوم هنا أو هناك، لكن فعلا لو فضل تفكيرنا متجه إلى إن دول أزمتين كبار مفيش شك، وأثرهم فادح مفيش شك، لكن لو كان هدفنا هو الرجوع حيث كنا قبلهم فده مش كافي. أيوه. العالم تقدم وتطور جدا، واصبح علينا ان احنا نراجع هذه السنوات ونفكر ايه اللي ممكن نحسنه فيها وايه اللي ممكن نطوره فيها. فمن اهم الحاجات انه علينا الحقيقه ان احنا نفكر جديا وبعمق، والدوله خدت خطوات في هذا الاتجاه في مساله علاقه الدولة بالاقتصاد أو بالقطاع الخاص. محتاجين علاقة جيدة وصحية وجديدة، واتاخد فيها بالمناسبة خطوات مش قليلة. وثيقة ملكية الدولة اللي طلعت من أكتر من سنة. طبعا في ناس النهاردة تقول ما هي ما اتطبقتش. هي ما كانتش بغرض التطبيق المباشر، هي نوع من إعلان السياسة، لكن لازم يلحقها تطبيق. ولازم الدولة فعلا. هل طرحها أيضا كان ل يعني طلب التعليق عليها؟ طلب التعليق وعلقت الحقيقه للامانه انها طرحت كمسوده وفضلت متاحه للتعليق لمده 4 5 شهور. وكثير من الجهات ابدت رايها. انا شخصيا دعيت لجلستين نقاش، واخذ بكثير من التعديلات اللي اقترحت والتوضيحات. فهذه السياسه انا شايف انها ما زالت لازم تكون ليها مرجعيه. هل اتطبقت بما يكفي؟ لا، متاخره شويه، لكن ده مش معناه ان احنا نبعد عن الميثاق ده اللي الدولة أعلنته واتفقنا عليه. بالعكس، يتأخر لكن يطبق برضه. ومؤخرا بالمناسبة هذا الأسبوع جرى صدور أو موافقة مجلس النواب على قانون من أهم ما يمكن، اللي هو بيحاول أنه يضع نهاية للإعفاءات الاستثنائية اللي بتاخدها شركات الدولة ولا تأخذها شركات القطاع الخاص. الفكرة نبيلة جدا، هل هتطبق؟ ربما بصعوبة، ربما يعني بالوقت. على اعتبار أنه في هذه الحالة هناك ميزة لشركات بالزبط. الدولة ولا ميزة للقطاع الخاص. بالزبط. الحقيقة مسألة بديهية يعني. بديهية وإثارتها كانت مطلوبة وأثيرت بالفعل. وساعات الواحد بيشعر أنه كتر الكلام والتعليق والجدل والنقاش مش بيروح هباء على فكرة. يعني في جدل حصل في مصر على مدى السنتين اللي فاتوا، أنا شايف أنه بدأ يأتي نتائج. ممكن ما تكونش كافية، لكن ده لا يمنعنا من ان احنا نتمسك بالمسار اللي بيؤدي الى تصحيح وضبط علاقة الدولة في الاقتصاد. انا بالمناسبة للتوضيح مش من انصار خروج الدولة من الاقتصاد مطلقا، وبلاقي فيها مبالغة، ومفيش بلد في العالم كده. صحيح. وفي البلاد اللي يعني لابد ان يكون هناك دور للدولة. هو يمكن لازم. حجمه اولا، واتساعه في كل المجالات. ايوه. وان مفيش قواعد واضحة. مجرد توضيح القواعد، يعني ان الدوله تقول احنا السنه الجايه هنستثمر في ده وده وده، ونترك للقطاع الخاص الحاجات التانيه، ده توضيح مطلوب. لكن فكره خروج الدوله من الاقتصاد دي فكره مبالغ في يعني في حدتها. يعني بترفض فكره خروج الدوله بشكل كامل. اكيد. وهي فكره فعلا يعني خياليه الى حد كبير. يعني زي ما ملكيه الدوله بالكامل فكره خياليه، كمان خروج الدوله بالكامل فكره خياليه. الواقع في النص، الاهم منه ان يكون فيه شفافية ووضوح، والناس تبقى عارفة. كل اللي يهم المستثمر بالمناسبة انه يدخل السوق هو عارف ما هي القواعد الحاكمة. لو اتقال له المجال ده هو الدولة بتشتغل فيه وبقوة، خلاص اشتغل في حاجة تانية. لكن الغموض هو اللي بيحير. صحيح. طب يعني في عالم الأعمال عادة الدولة بتفرض يعني نوع من الضرائب،
وايضا بتطلب احيانا تبرعات، كيف يكون التوازن ما بين الاثنين؟ دول حاجتين ومعاهم حاجه ثالثه وهي الرسوم. يعني رسوم تبرعات ضرائب ورسوم وتبرعات. ايه الفرق بين الرسوم والضرائب؟ بسيطه جدا ومهمه جدا وفي غايه الاهميه، وانا يعني كتبت كتير في المطالبه بالحد من الرسوم قد ما يمكن والتزامنا جميعا بالضرائب فقط تماما وبدون اي يعني اي تهرب او اي حجه. الضريبه بتفرض بقانون اولا، فاللي يفرض الضريبه هو البرلمان، ده الدستور بتاعنا بيقول كده. والضريبه مش مقابل حاجه معينه، يعني انا بدفع على ضريبه الدخل مثلا 25% وهتبقى 27%، مش بقول بدفعها مقابل ايه، هي ضريبه لانها بتمول ميزانيه الدوله كلها. الرسوم على العكس، الرسوم تطلع من جهه الاداره، وزاره، حكومه، مصلحه، محافظه، والمفروض انها مقابل خدمه. ايوه يعني ادفع رسم تسجيل عقار، ادفع رسم تعليه كذا، ادفع رسم مرور من كذا، اذا الرسم لازم يرتبط بخدمه. اللي انا بيزعجني وعلقت عليه كتير ان احنا في مصر الضرايب عندنا موجوده ومعروفه، واظن مستواها هنا في خلاف، يعني مجتمع الاعمال يعتبرها كتيره، انا بعتبرها ضرايب جيده. اللي بيتعب مجتمع الاعمال اكتر حاجه والمستثمرين مش الضرايب، لكن اللي انا بسميه نزيف الرسوم المستمر في حاجات مش موجوده في القوانين. مش بتكلم على فساد على فكره، بتكلم على الرسوم مدفوعه بمقابل وصل. ايوه لكن اللي يعمل مصنع المفروض يتقال له انا هسيبك في حالك تماما، اشتغل واكسب وانجح، ولما تطلع ربح اخر السنه انا هاخد منه 22%. اعمل حسابي على كده واخطط على كده.